حرمنا منها اللحظة. بين حب يلهب القلوب وأسعار تكوي الجيوب، يقف روميو اللبناني عاجزاً وحائراً أمام جوليات خاصته التي تنتظر عيد العشاق على أحر من الجمر. ارتدى لبنان حلته الحمراء واكتسحت الورود والدببة والإعلانات التسويقية شوارعه معلنة حلول عيد العشاق، ولكن بأي حال عدت يا حب؟ في جولة قام بها فريق سباتشات على عدد من محال الورود، يبدأ سعر الوردة الواحدة بدولارين في محل عادي، وعلى هذا المعيار تسعر باقة الورد، إلا أن هذا الرقم يرتفع تدريجياً ليبلغ سعر الباقة 500 دولار أمريكي في المحلات الفاخرة. وبعد الهدية والورود، إن بقي في جيب العاشق اللبناني ما يمكن إنفاقه على أمسية رومانسية مع حبيبته، فتبدأ الأسعار ب 140 دولار أمريكي تقريباً، وتتصاعد لتبلغ أرقاماً كبيرة في المحال الفاخرة. أما الصدمة الأكبر فهي بالحفلات الفنية أو السهرات الموسيقية، فتبدأ أسعار التذاكر بـ50 دولار للشخص الواحد وتصل إلى 600 دولار أمريكي بحسب المكان والفنان. قادر أنت تحتفل بعيد الحب؟ يعني أنا بالنسبة لي كأنا شخص مرتبط كل يوم عندي عيد حب. شوف واحد عم يحتفل بعيد الحب، هذا اللي جايب دب وهذا اللي جايب جحش وهذا يا أمة الله فاتحين لي حديقة حيوانات. يا حبيبي فاهمين العيد غلط. أنت مجوز 3-4 نسوان، والله وحدة الله أخذ أمانتها، وحدة طلقتها وحدة معي، بدي جيب لها شيء غير الورد، بجامة حمراء، طيران، مطلق. لا مش ضروري يكون ما بيحب، كل إنسان بيحب. أنا بحب البحر، بحب السما، بحب الناس اللي حوالي، مش ضروري إنه إذا بدي أحبهم لازم أجيب لهم كادو. صار اللي ما نستطاع إليه سبيل الاحتفال بعيد الحب. حق الوردة ده حق صارت من 10 دولار 15 دولار أقل شيء يعني. تحتفل بعيد الحب؟ لا، مين عم بحب هذه الأيام؟ تحتفل بعيد الحب؟ لا. ليه؟ تحتفل بالحب بدون العيد. عشاق فقراء كثر سيكتفون بالتضرع للقديس فالنتاين هذا العام، أما القسم الآخر فقد يستبدل السهرة والعشاء في مطعم بجلسة منزلية، وبدل باقة الورد الأحمر سيكتفي بوردة واحدة إن استطاع إليها سبيلاً. قل للحبيب راح فين ولو. أما أنتم مشاهدون العشاق، فكيف ستحتفلون بالعيد هذا العام؟ شاركونا تعليقاتكم.